ربعه د الحوايج اللي خاصك دير الا بغيتي تبقى عندك الطاقه الايجابيه طالعه حتى للسقف، ولا بغيتي الثقه في النفس ديالك حتى هي تكون طالعه حتى للسقف. اول حاجه، نبعد من لي غروب اللي ملي كنجلس معاهم فيهم النميمه وفيهم غير كيهضروا على الحوايج اللي هما خايبين. ثاني حاجه، كنبعد من المواضيع اللي هما فيهم الدراما وفيهم البكاء وفيهم الحزن وفيهم علاش، حيت داكشي كيهبط لك الطاقه الايجابيه ديالك. ثالث حاجه، هذه مهمه وتصنت ليا مزيان، بعد من الناس اللي كيقلوا من القيمه ديالك، اللي ملي كتكون معاهم كتحس براسك خاصك تبذل واحد المجهود خيالي بحرام تكون في المستوى، هادوك سوس ما عندك ما دير بهم. والرابعه هي مهمه بزاف، الطبله اللي ما بقاوش كيحطوا فيها الاحترام، نوض اختي خليها وسيري في حالاتك، نوض اخويا خليها وسيري في حالاتك. سيتي ناهد رشاد افيك ربعه ديال الحوايج اللي غيقدروا يخليو الحماس ديالك ويخليو الثقه في النفس طالعه الفوق الفوق بحال الباجاج، ماشي لتحت لتحت بحال الزرابي. كانت معك ناهد رشاد، هذا هو، الله يحفظكم.